أعلنت الحكومة السويدية عن منح الجنسية ل27,000 لاجئ سوري خلال العام الماضي، من بين عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين. جاء ذلك بعد اتخاذ دائرة الهجرة السويدية موقفا قانونيا جديدا من الأوضاع في سوريا، معتبرة آنذاك أن معظم المناطق لا تشهد نزاعات، ما يمهد الطريق قانونيا لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا. نشوف التقرير ومنرجع. الخوف من المستقبل شعور يلاحق اللاجئين السوريين أينما حلوا، بعد أن انقلبت حياة الملايين منهم رأساً على عقب في البلدان الجديدة التي وصلوا إليها، لا سيما في أوروبا. الأوراق الثبوتية واحدة من الأزمات الأساسية التي يضطر السوري للتعامل معها في بلدان اللجوء، منتظراً بعد حصوله على الإقامة أن يحين الوقت ويسمح له بالتقديم على الجنسية، علّه يحصل على بعض من الاستقرار في البلد الذي عاش فيه لسنوات طويلة وتعلم لغته، ثم اندمج في مجتمعه ودرس أو عمل فيه. في هذا السياق أعلنت الحكومة السويدية عن منحها الجنسية ل75,000 شخص من اللاجئين المقيمين فيها، يشكل السوريون الفئة الكبرى منهم، وذلك خلال العام الماضي فقط. وبحسب موقع يورونيوز، فقد حصل 27,000 سوري على الجنسية في السويد خلال عام 2019، من بين الآلاف ممن فروا من سوريا عبر ما بات يعرف بقوارب الموت، بحثاً عن مستقبل جديد في البلدان الأوروبية. أنباء كثيرة تحدثت في الآونة الأخيرة عن تشديد في السويد على اللاجئين السوريين واتخاذ إجراءات جديدة في هذا الصدد، لكن رغم ذلك تظل تسوية أوضاع الكثير منهم مثل تعديل شهاداتهم ومنحهم إقامات دائمة أو جنسيات احتمالاً واردة. فكيف سينعكس تجنيس السوريين على فرصهم في العمل وحرية التنقل والاندماج أكثر في المجتمع السويدي؟ باسم موجود. بدي رحب بالمشاهدين اللي انضمونا عبر البث المباشر على الفيسبوك، وياريت شاركونا آرائكم عبر سؤال حلقة اليوم موجود على الفيسبوك. اللاجئون السوريون في السويد، هل استطاعوا الاندماج في المجتمع الجديد؟ تركونا تجاربكم وآرائكم من خلال اطلاعكم على هذا الموضوع. وأنا بدوري بدي رحب بضيوفنا حيشاركونا بنقاشنا لليوم عبر السكايب، الكاتب الصحفي باسل أبو حمدة ونائب رئيس الجمعية السورية السويدية أنطوني مرجان، وعبر الهاتف الناشط الحقوقي محي الدين لال. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا بداية. مساء الخير، راح أبدأ معك أستاذ أنطوني. مثل ما شفنا بالتقرير 27,000 سوري أخذوا الجنسية السويدية، برأيك كيف ممكن هذا الشيء يساعد السوريين على الانخراط في المجتمع السويدي بشكل عام وخاصة في سوق العمل؟ طبعا مساء الخير أول شيء لك اللي مشاركين بالبرنامج اليوم الضيوف. هو خطوة كثير مهمة بحياة السوري اليوم المقيم بالسويد هي الحصول على الجنسية، مو بس لفكرة الاندماج أو الاستقرار بالسويد، هي عامل كثير مهم للواحد يخلص من مشكلة إنه أنا ما بعرف وين بدي أنتهي. يعني اليوم مع الزيادة الشعبية في كثير من السوريين خايفين من الترحيل، في كثير من السوريين خايفين نحن ما رح نقدر بيوم من الأيام. سمع مع طالنا واقف اللي حطت القوانين الجديدة بعد 2016، الحصول على الجنسية هو خطوة كثير مهمة بحياة كل لاجئ بشكل عام ليحصل على نوع من الثقة النفسية. من ناحية الاندماج والدخول في العمل، فمعظم الوظائف في السويد حتى الجزء من الوظائف الحكومية ما بيتطلب فيها. نعم أستاذ أنطوني، للأسف الصوت غير واضح من المصدر، ياريت الزملاء يعودوا الاتصال بك. راح أرجع للأستاذ باسل، مساء الخير. خلينا نعرف أوضاع اللاجئين السوريين اليوم بالسويد بشكل عام. مساء الخير للجميع، شكرا للاستضافة. يعني ممكن الحديث عن أوضاع اللاجئين السوريين في السويد وفي المهجر عموما في ثلاث نقاط أو ثلاث نواحي أساسية. الناحية الاجتماعية أولا، ممكن القول أن أنهم مستقرون. عفوا، الناحية الاجتماعية هناك تشتت حقيقة اجتماعي نفسي، العلاقات الاجتماعية متدهورة حقيقة، والناس تبحث عن يعني حلول لهذا الانتقال الفجائي من حياة
معينة إلى حياة مختلفة تماما. أما من الناحية الاقتصادية يمكن القول أن اللاجئ السوري مستقر اقتصاديا في السويد، مع أن ذلك لا يكفي، الاستقرار الاقتصادي لا يكفي، بل هو بحاجة إلى أبعاد أخرى، البعد الاجتماعي، البعد النفسي، التواصل مع الناس، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السويد بلد ممتد مساحته كبيرة جدا، والسفر بين المدن والقرى مكلف جدا على اللاجئ السوري، وبالتالي يعني الناس تحل الجانب الاجتماعي من حياتها غالبا على وسائل التواصل الاجتماعي. أما من الناحية السياسية فممكن القول أيضا أن وضع اللاجئ السوري أو اللاجئين السوريين في السويد هو من الناحية السياسية أن هناك حراك خجول مع بلد، مع البلد الأم، مع القضية الأم، القضية السورية، بما معنى أن الانعكاس أو الامتداد للحدث السوري في السويد هو امتداد خجول حقيقة. على سبيل المثال عندما ينادى لاعتصام أو احتجاج، تظاهرة، وقفة احتجاجية في المدن الكبرى في السويد من أجل التضامن مع أهلنا في إدلب الذين يقصفون يوميا على سبيل المثال، فإننا نجد الاستجابة فعلا خجولة، يعني لا تتعدى العشرات أو أقل حتى في أي تظاهرة أو أي حراك سياسي داعم للثورة السورية أو للقضية السورية أو للشعب السوري أو ما يتعرض له الشعب السوري من نكبات في الداخل السوري. أي أننا يمكن القول أن اللاجئ السوري يعيش مجموعة من التناقضات حقيقة، ما بين تأمين حياته الاقتصادية وتعويد نفسه على الحياة الاجتماعية هون التي تتسم حقيقة بالفردية المطلقة، يعني المواطن السويدي معتاد على حياته الفردية، لا يعني الصلات الاجتماعية، قصدك ما في علاقات اجتماعية بشكل عام في مجتمع السويد، ضعيفة جدا. أما من ناحية السياسية وهي أنا أظن أنها أهم النقاط في هذا المجال، لأنها تربط اللاجئ السوري حقيقة بقضيته الأم وتجعله متواصلا يعني على طول الخط مع هذه القضية. إذا كان هذا الحراك السياسي ضعيفا كما هو الحال فإننا يعني ندعو حقيقة، ندعو وبقوة إلى يعني تفعيل هذا الجانب كي يسد اللاجئ السوري فراغا في نفسيته في علاقاته الاجتماعية بالتواصل مع قضيته الأم. حتى الآن اللاجئ السوري يعيش تحت صدمة الخروج من سوريا. وصلت الفكرة أستاذ. اسمح لي انتقل لعند أستاذ أنطوني، بتمنى أنه صار صوت أوضح. هل من المتوقع أن يتم تجنيس المزيد من السوريين في السنوات القادمة؟ طبعا بتمنى الصوت مسموع هلأ؟ ايه تمام. طبعا من المتوقع، ما زال العمل بالقوانين الجارية حاليا مستمر، فما في أي حدث أمام تجنيس المزيد من السوريين. المشكلة الوحيدة اللي عم يواجهوها السوريين خلال التجنيس عم تكون الوقت الطويل، وقت الانتظار الطويل اللي يمتد بعض الأحيان، ولكن ما في مشكلة قانونية أمام السوريين الحاصلين على الإقامة الدائمة بأنهم يقدموا على الجنسية ويأخذوها بالسويد. نعم، بالنسبة للمدة اللي ذكرت حضرتك أنه مدة طويلة، كم هي هذه المدة للحصول على الجنسية السويدية؟ وخلينا نحكي شوي بالشروط وآلية التجنيس في السويد. تمام، هلا بحسب موقع دائرة الهجرة فالطلب الجنسية ليتعامل ويطلع قرار فيه عم يمتد حاليا لل 36 شهر واللي هو رقم خيالي مقارنة بالسنوات الماضية اللي بين 12 ل 18 شهر، حاليا الدوبة خلال اقل من سنه ونص. ما في عمليا ما في شروط كبيره بالسويد لاستقرار الجنسيه، ما في شرط لغه، ما في شرط عمل. عمليا الواحد لازم يكون مقيم. عفوا في نقطه مهمه ما سمعتها، اللغه ما في شرط لغه؟ ما في شرط للغه، ما في شرط لغه. لا السويد ما بتطالب الناس تقدم على الجنسية من مختلف جنسيات طالبي اللجوء أو المقيمين فيها بشرط إنها إنه الشخص يكون متمكن من اللغة بمستوى معين. لهيك
تعتبر الجنسية بالسويد سهلة نوعا ما، ولكن العائق الأهم هو وقت الانتظار الطويل، نعم، والخوف من تغير القوانين خلال نعم. ضيوفنا ومشاهدينا، خلنا نتابع سوا هذا الانفوجراف عن واقع اللاجئين السوريين في السويد ونعود لمتابعة نقاشنا. أستاذ باسل، انطلاقا من الانفوغراف اللي شفنا، هناك دائما حديث انه في تجديد على السوريين الموجودين بالسويد، ما الخطوات التي اتخذتها السويد حتى الان في هذا الصدد؟ هو لابد يعني من الحقيقه من توضيح هذه المساله بشكل يعني شوي تفصيلي، لان القصه لا تتعلق باللاجئ السوري رغم انه يلعب دور بين حين وآخر في هذا المجال، لكن المسألة هي تتعلق بالحراك السياسي داخل السويد، يعني الحراك السياسي ما بين الأحزاب السويدية نفسها. على سبيل المثال في عام 2014 كان حزب العنصريين السويديين اللي هو اسمه بالسويدي سافاريا ديمقراطنا أو ديمقراطيو السويد، كان لم يحقق حتى الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان. الآن هو ينافس الحزب الأول في السويد أو ألا وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبالتالي يعني صعود اليمين الشعبوي في السويد هو من يعني دفع باتجاه تجديد قوانين اللجوء والهجرة والتجنيس والإقامة في السويد أسوة بباقي الدول الأوروبية. يعني هذا الوضع ليس في السويد فقط، وإنما في كل الدول الأوروبية. على سبيل المثال أو على فكرة بهذه المناسبة، السويد لا تتخذ أي إجراء إلا يعني نقلا أو تعاونا أو يعني استشفافا من الدول الأوروبية الأخرى، وتحديدا ألمانيا. عندما تخطو ألمانيا باتجاه معين تخطو خلف السويد، وحتى أن السويد تعتمد على تقارير لمراكز أبحاث استراتيجية في هذه الدول مثل ألمانيا مثل الدنمارك مثل النرويج. وبالتالي تجديد الإجراءات، إجراءات هجرة ومنح الإقامات في السويد وحتى الجنسية هو ينبع من يعني أستاذ باسل، طول المدة لمنح الجنسية هل له علاقة بما ذكرته حضرتك بالحالة السياسية الموجودة في السويد؟ لا أبدا، له علاقة بما هو أخطر من ذلك، له علاقة بطبيعة الإقامة التي تمنح. يعني اللاجئ السوري مر في ثلاث مراحل في السويد منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011. مرحلة ما قبل 2013 اللي هي كانت يعني يعامل فيها السوري كأي نوعا ما لاجئ آخر. لا. كانت... لا 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 نعم. في 2013 حقيقة أصدر البرلمان السويدي قانون يمنح السوريين جميعا إقامات دائمة على ضوء اعتبار أن الأرض السورية كاملة تحت الخطر الشديد، وبالتالي الكل معرض للخطر. المرحلة الثالثة 2015 هاي المرحلة استمرت إلى 2015. ب 2015 صدر قانون جديد أيضا عن البرلمان اسمه قانون الهجرة المؤقت. هذا القانون لا يمنح إقامة دائمة لأي لاجئ على الإطلاق، وبالتالي كل من أتى بعد 2015 إلى السويد من السوريين لاجئين سوريين حصل على إقامة مؤقتة إلى حد الآن، وبالتالي هو إلى حد هذه اللحظة. ومدد هذا القانون اسمح لي رحب بضيفنا أيضا، رح أرجع لعندك مكمل حيث اسمح لي رحب عبر الهاتف الناشط الحقوقي محي الدين. لا لا، مساء الخير لحضرتك. مساء الخير أستاذ محي الدين، عم تسمعنا؟ يبدو فقدنا الاتصال، رح ارجع لعندك استاذ انطوني. يعني بذات السياق اليوم
إلى أين وصل موضوع تصنيف الهجرة السويدية لبعض المحافظات السورية بأنها آمنة، ما قد يسهل عملية ترحيل السوريين ممن رفضت ملفات لجوئهم؟ تمام، مثل ما ذكرتم بالبداية أنه بشهر 8 صدر تقييم جديد من دائرة الهجرة السويدية لوضع سوريا بشكل عام، وخلال تقييمها صنفوا كل من دمشق وريف دمشق واللاذقية والدرعة والسويداء والقنيطرة بأماكن شبه آمنة فيها صراع مسلح داخلي، ومدينة طرطوس بمدينة شبه آمنة بدون ذكر لكم الصراع، مما حط قضية قانونية للترحيل في المستقبل السوريين. طبعاً اللي تغير بهذا التقرير بعد العدوان التركي في آخر العام أنه وضع مدينة الحسكة وريفها تم تقييمه، اللي كانت مصنفة بمناطق شبه آمنة فيها صراع داخلي، وعيد تصنيفه لمناطق غير ممكن البت في أمور طالبين اللجوء منها بعد. اليوم هن ما صنفوها منطقة قطرة ولا صنفوها منطقة شبه آمنة، ولكن خلوها بوضع معلق، يعني هن رح يتابعوا تطورات الوضع بشمال شرق سوريا وعلى أساسه يعيدوا التقييم لاحق. مؤسف هذا الموضوع طبعا، يعني سابقة بالضر بكل السوريين اللي غادروا سوريا بسبب تهديد وكان في خطر على حياتهم أو حتى أي سوري مهما كان سوري هرب من الدائرة هناك أو كان عم يكون المهددين بالتحيل. وكلنا سمعنا تهديدات عصام ظهر الدين وآخرين للسوريين اللي راح يتم إرجاعهم. لليوم لحد ما في ترحيل لأي سوري ما حصل، ولكن في أرضية قانونية للترحيل في حال الهجرة السورية. نعم، بالانتقال إلى الأستاذ باسل، بالعودة للحديث عن الجنسية السويدية، برأيك إلى أي حد ممكن تغير بحياة اللاجئ بالسويد؟ واليوم هل يعتبر مثلا الحاصل على الجنسية حديثا هو كمواطن سويدي له جميع الحقوق والواجبات؟ نعم يمكن اعتبار ذلك قانونيا، بل يمكن اعتبار من هو مقيم في السويد هو يعني مواطن سويدي إلى حد ما، ما عدا حقان هما الترشيح والانتخاب، لكن باقي الحقوق هي متساوية للجميع سواء المقيم أو من هو حاصل على الجنسية. القانون السويدي والدستور السويدي من أفضل أو من أكثر القوانين المتقدمة في العالم، والمشكلة حقيقة هي يعني تتبع لظروف نفسية يشعر بها أو تتغير لدى اللاجئ عند حصولها على الجنسية السويدية، بالإضافة إلى يعني إمكانية السفر والذهاب والعودة والإقامة خارج البلاد تصبح أسهل أيضا، لأنه ما قبل الجنسية يجب على اللاجئ المقيم الذي معه إقامة دائمة يجب أن لا يخرج من البلاد أكثر من 46 يوما في السنة، وبالتالي حصوله على الجنسية يعفي من هذا الجانب، فهو بإمكانه أن يخرج سنينا إلى خارج البلاد دون أن يسأله أحد بعد الحصول على الجنسية. وبالتالي هي تلعب دور كبير بالاستقرار النفسي، تلعب دور مثلا حتى البحث عن عمل، يعني هناك فرص عمل في دول أوروبية أخرى حتى في دول عربية مثل الخليج، عندما يكون اللاجئ محروم من الجنسية بأنه مضطر للإقامة داخل السويد حتى يحصل على هذه الجنسية. لكن دعيني ألفت انتباهكم لهذه النقطة سريعا لو سمحت لضيق الوقت. لم أستكملها. الإقامة الدائمة شرط ضروري للجنسية، للجنسية بدون إقامة دائمة ليس هناك جنسية، لا توجد جنسية. نعم أستاذ، فكرتك وأرجع لك، أكيد الموضوع جدا مهم، بس كمان بدنا نرجع نرحب بضيفنا الناشط الحقوقي محي الدين لالا. مساء الخير لحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا. مساء النور. كيف سيساعد التجنيس على اندماج السوريين في المجتمع السويدي؟ والاندماج بيكون بفترة لاحقة بعد الحصول على الإقامة، بيحاول يكون برنامج الاندماج بسموه integration، لكن حصوله على الجنسية يفقد صفة لاجئ. اليوم السوري قدر الإمكان يسعى إلى أن يفقد هذه الصفة باعتبار الباسبور السوري أصبح نوع من العائق، فاليوم حصوله على الجنسية يؤدي إلى حصوله على
باسبور سفر سويدي يسهل له الانتقال ويصبح مواطن سويدي. الحقيقة اللي حاصل على الإقامة الدائمة تقريبا يتمتع بنفس الحقوق المواطن السويدي، لأنه بالسويد قدر الإمكان بيحاول يكون ما في نوع من التمييز العنصري، لكن على أرض الواقع حصولك على الجنسية بيفتح لك فرص عمل أكثر والسفر خارج البلاد عفوا. أما الاندماج فهو فعليا يحصل من خلال إرادتك أنت كسوري حابب تتعلم اللغة وحابب تندمج. في بعضهم حصلوا على الجنسية بس غير مندمجين، هذا الأمر شخصي يعني أكثر ما أنه يساهم. الجنسية فقط تساهم في أنك تفقد صفة لاجئ تصبح مواطن سويدي، وهذا أمر نفسيا كثير مهم للسويد. نعم أستاذ محي الدين، إذا بدنا نحكي عن حقوق اللاجئين، هل تمت أي عمليات ترحيل للاجئين السوريين من السويد؟ في أكتوبر 2019 صدر أول قرار بترحيل أحد اللاجئين السوريين إلى دمشق بعد اعتبار دمشق منطقة آمنة. التقييم اللي كان بعام 2013 للمناطق الخطرة تغير ب 2019 واعتبروا أن دمشق، طرطوس، الساحل، الحسكة وبعض المناطق الأخرى لا أذكرها بالضبط أصبحت مناطق آمنة، ونستطيع بذلك أن نرحل بعض طالبي اللجوء الذين يريدون الحصول على الالترناتيف بروتكشن. الالترناتيف بروتكشن هي الحماية البديلة في حال وقوع الحروب. أما إذا كنت أنت قدمت من نفس المناطق الآمنة لكن تملك قضية شخصية تتعلق بملاحقة الأمن لك أو قضية تتعلق بك شخصيا، هناك إمكانية أن تحصل على الإقامة بعد التقييم. ونعلم أن الإقامة هي الإقامة المؤقتة، لأنه بعد عام 2016 حزيوان على ما أعتقد تم تطبيق القانون الجديد بالإقامات المؤقتة سنة أو 3 سنوات حسب ما يرتقي المحقق والظروف المحيطة بك. أما الترحيل فعليا صدر قرار، لكن تعرف عندما يصدر قرار من دائرة الهجرة هناك استئناف آخر بمثابة النقد، وتأخذ إجراءات الترحيل مدد وقتية طويلة لم ينفذ لكن صدر، وهذا مؤشر قوي على أن السويد ذاهبة بذلك الاتجاه، ألا وهو عدم قبول كثير من طلبات الإقامة. يعني الأمر لم يعد كما كان في السابق مطلقا. نعم، في حال هلا أي شخص مثلا حب يطلع على السويد ويقدم لجوء، شو نصيحتك له؟ بالنسبة له يستطيع أن يقدم لجوء، لكن لابد أن يحمل قضية شخصية، يعني عناء ملاحق من قبل الأمن، إثباتات أنه تم اعتقاله، قضية تتعلق بأسرته بعائلته، اضطهاد جنسي مثلي. بتعرف بالنسبة للدعاوي المقدمة للقبول هي دعاوى محددة ضمن إطار معين. بالحالة السابقة كان القرار يميل إلى القرار السياسي أكثر، وذلك بعد زيارة أوباما للسويد، يعني أصبح القرار يتخذ أن كل سوري يحصل على الإقامة بغض النظر عن إجراءات القضية الشخصية. أما الآن إذا عندك قضية شخصية وتستطيع أن تثبت، الأمل أن تحصل على الإقامة المؤقتة، يتعلق ذلك حصرا بالمحقق ونوع القضية وقناعة المحقق بأنك تستحق الحصول على إقامة مؤقتة لسبب سياسي أو لسبب اضطهاد شخصي أو لتمييز عنصري. والأمر أصبح الآن بحالات ضيقة الحقيقة، ليس لم يعد أبدا كما في السابق. في السابق كان المجال أوسع جدا، فقط يكفي أن تكون سوري لتحصل على الإقامة. الناس اليوم تتجه أكثر معظمهم ألاحظ يتجهون باتجاه هولندا، يعني يجدون الأمور أكثر. شرح لنا الموضوع أستاذ باسل، قال بعد 2015 ما عم تنمنح إلا الإقامة المؤقتة، بدي أرجع لعندك أستاذ باسل، بالعموم ماذا ستغير الجنسية السويدية في حياة اللاجئ السوري؟ بدقيقة واحدة. أنا برأيي رغم أن الجنسية تعتبر إنجاز على المستوى الشخصي، لكنها هي انتكاسة على المستوى الوطني السوري، أنا أقصد أي أن كل خطوة في المغترب أو في المنفى أو في المهجر، كل خطوة إيجابية حقيقة أنا حسب الواقع الذي أراه وليس حسب رأيي تبعد المواطن السوري عن وطنه الأم. وبالتالي يعني هو هناك نعم إيجابيات على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الوطني أظن أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد في هذا الاتجاه، باتجاه محاولة العودة إلى سوريا في ظروف أفضل طبعا، أو محاولة يعني إيجاد هيئات أو منظمات أو جمعيات أو حتى أحزاب في المنفى تعادل الوجود الفعلي أو الفيزيائي للسوري داخل وطنه. فبالتالي أنت في معادلة صعبة حتى تقولي أن
الجنسية أو الحصول على الجنسية هو إنجاز بالمعنى الكامل، هو إنجاز بالمعنى الكامل على المستوى الشخصي، لكنه على المستوى الوطني هناك فقدان للهوية حقيقة، وهذا حصل مع شعوب كثيرة قبل الشعب السوري، والذين اندمجوا وحصلوا على الجنسيات وأصبحت أوطانهم بعيدة جدا عن صحيح يعني للأسف. اسمح لي أختم مع هذه المعادلة، معادلة صعبة تحتاج إلى الموازنة. نعم على التقييم يعني. أستاذ أنطوني، تعليق أخير لو سمحت ونصيحة للسوريين الموجودين في السويد. نصيحة للسوريين الموجودين في السويد، يستمروا بصراحة السوريين يعني سمعتهم خطرة بجميع المستويات، يعني إن كان بالثقافة أو بالنقاشات السياسية السوريين عم يملوا بلاء أكثر من حسن. بس كلمة أخيرة بخصوص الجنسية والحصول عليها، تعطي السوري نوع من الاستقرار، تخليه يتخلص من هذا الخوف المرتبط بتقلبات المزاج السياسي في أوروبا وبالسويد بشكل عام، وبيخلصوا من بعبع اليمين المتطرف الجنسية. نصيحتي للسوريين بالسويد هي اللغة والشغل، أكيد مثل أي بلد إن المفتاح الاستقرار، الواحد يعيش حياة كريمة ويكون صاحب قراره، يعني عنده حريته بالتحرك والسفر والحياة بشكل مريح. نعم، نشكرك نائب رئيس الجمعية السورية السويدية أنطوني مرجان، وأيضا نشكر الكاتب الصحفي باسل أبو حمدة والناشط الحقوقي محي الدين لالا. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا فاصل ورجعين.